كل شيء ما أريد. أريد نعيش مثل الناس، مثل البشر، مثل العرب، مثل العالم. أبسط الحقوق أريدها، الكهرباء، الماء، التعيين، الدواء، كل شيء ما أريد. بعد لا أريد سلطة ولا أريد كرسي ولا أريد فلوس ولا أريد كل شيء، ما أريد أملاك، بس أريد نعيش وناكل لنا خبز عمي. وكأنه كتاب واحد قرأت منه أنظمة في مصر وتونس والسودان وليبيا والجزائر وسوريا. كتاب يقضي بقبضة حديدية للرد على المعارضين بالإقصاء وعلى المتظاهرين بحجبهم عن العالم، والعراق لا يختلف كثيرا. أكو عزلة وأكو مخاوف كبيرة. يعني قصة الطوارئ، يعني أحكام مرفوعة. نعم. يعني حضرت جوال قوي جدا، حتى حركة الإعلام يعني توجهوا الإعلام بأنه يكون حر، يعني حتى ما يجب الاستثناء مال حضرة جوال. إجراءات تعتيم صارمة اتخذتها السلطات العراقية لمنع المتظاهرين من إيصال أصواتهم المحتجة على الفساد أولاً، رغم التأكيد على الرغبة بالحوار وحل المشاكل التي أدت إلى الاحتجاجات، ثم عنف مفرط يستهدف احتجاجهم في شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية. قطعت حكومة عادل عبد المهدي خدمة الإنترنت عن مناطق عدة، وفرضت حظرا للتجوال، وقيدت تغطية وسائل الإعلام للأحداث المتصاعدة في الشوارع والساحات العامة. خدمة الإنترنت المتعثرة في كثير من المناطق عادت لوقت محدود، توافق مع بث كلمة لعبد المهدي، كلمة موجهة للمتظاهرين في دلالة على أن الحكومة تسعى لتعزيز صوتها في مواجهة ما يقوله المتظاهرون. الصورة في العراق تصبح قاتمة أكثر كلما ارتفع عدد القتلى والجرحى، وهم من يقول النشطاء إنهم أكثر بكثير مما تقول السلطات الآملة في أن حجب المتظاهرين أو أصواتهم أو أعداد ضحاياهم سيمنحها عمراً أطول. مطالبنا أريد وطن، الوطن تعرف شنو الوطن؟ أريد وطن، بقاء الشريف، بقاء الشريف يحكم عراقيين شرباء، ما أريد وطن بقادة فاسدين،